في هذا الجزء سنتحدث بمشيئة الله عن أثر فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي عرفناه وتعرفنا على أنواعه وأشكاله على مهارات التعلم النمائية والإدراكية والأكاديمية. بداية الأثر على المهارات النمائية. المهارات النمائية هي مهارات مهمة لموضوع التعلم، وهي مهارات يبنى عليها التعلم من بداية مدخلات الطفل، أي من لحظة الميلاد وحتى أن يصل إلى المراحل الأكاديمية المتقدمة، وهي مهارات معرفية اجتماعية، المهارات السلوكية المكتسبة، المهارات اللغوية كأينما كانت هذه اللغة، لغة الجسد ولغة الأم ولغة الترميز ولغة الصوتية، وكذا بالنسبة للمهارات الحركية الكبيرة والدقيقة. هذا الأثر عندما نتحدث عن ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، نعلم بأن فرط الحركة لا يساعد هؤلاء الأطفال على التركيز لدرجة كافية لاكتساب هذه المهارات في الوقت المناسب. هذا لا يعني أنهم لا يكتسبونها، على العكس تماما، قد يوجد بعض الأطفال يكتسبها بدرجة أعلى وبدرجة أكبر، ولكن سنجد أن هناك التفاوت كبير في مستويات هذه المهارات ما بين نوع وآخر عند نفس الطفل. فنجد أن مهاراته الحركية على سبيل المثال، إذا كان من النوع الأول مهاراته الحركية متقدمة جدا، وهو يستطيع أن يتوازن ويقفز ويلعب ويغير اتجاهه في سن مبكرة جدا. أما إذا كان من النوع الثاني أو النوع الثالث، فنجد أن مهاراته المعرفية قد تكون هي المتميزة، ولكن مهاراته الحركية دون المستوى. فنجد أن تفاوت هذه الدرجات ناتج عن عدم إعطاء الدماغ الفرصة الكافية للطفل للتعلم بطريقة صحيحة، وبالتالي فإن هذا الطفل يوجد لديه اضطراب في المهارات النمائية، وغالبا ما تكون هي على شكل تأخر في المهارات النمائية في جزء معين من هذه الأجزاء المختلفة، ولا تكون في كلها، لأن حالة الطفل وذكاء الطفل يساعدانه على أن يتقدم ويقفز قفزات نوعية في أشكال وأنواع التعلم الأخرى. أما الأثر على المهارات الإدراكية، والمهارات الإدراكية عندما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن القاعدة التي يبنى عليها التعلم، القاعدة التي يبنى عليها التفكير. التفكير يحتاج إلى مدركات، يحتاج أن نأخذ أي مدخل كأينما كان هذا المدخل حسي، سمعي، بصري، نراه أو نسمعه أو نحسه أو نشمه ونوصله إلى الدماغ، وتقوم أدمغتنا بعملية فهم لهذا المثير، وبالتالي وضعه ضمن خرائط التعلم في المكان والتصنيف الخاص به حتى يضيف لنا إضافة نوعية في مسألة التعلم. ولا يمكن أن نتعلم القراءة أو الكتابة أو الحساب أو أي نوع من أنواع المهارات الأكاديمية ما لم يكن لدينا قاعدة صلبة من المهارات الإدراكية التي نبني عليها أنواع وأشكال التعلم التي نحتاج إليها في المراحل الأكاديمية. ومن هنا تأتي أهمية الذاكرة القصيرة، لأن الذاكرة القصيرة عندما نتحدث عن أنواع الذاكرة الثلاثة، الذاكرة الحسية الأولية والذاكرة القصيرة والذاكرة الطويلة، الذاكرة القصيرة هي الأهم في موضوع التعلم، هي مادة التصنيف الأولى، هي مرحلة التصنيف الأولى عندما تأتي المعلومة من خلال المثير إلى سمعيا أو بصريا أو شميا أو ذوقيا أو كائنما كان هذا المثير، ينتقل إلى مرحلة الذاكرة الحسية. الذاكرة الحسية هي ناقل فقط، لا تفهم ولا تعطي ولا تصنف. الذاكرة القصيرة
هي من تصنف هذه المعلومة؟ هل هي معلومة مرتبطة بموضوع موجود، أو أنها معلومة جديدة، أو أنها معلومة مهمة، أو أنها معلومة قاعدية يمكن أن توضع ضمن خارطة ذهنية مسبقة الصنع، أو تصنع لها خارطة ذهنية جديدة؟ كل هذه مهمة الذاكرة القصيرة. فإما أن تهملها فتفقدها، أو تهتم بها وتصنفها وتضعها في مكانها الصحيح ضمن الذاكرة طويلة المدى، وبالتالي نحتفظ بالمعلومة كنوع من أنواع التعلم. في الإدراك السمعي لا نتحدث أبدا عن الحاسة، لا نتحدث عن حاسة السمع، وكذا بالنسبة للإدراك البصري، وكذا بالنسبة للإدراك الحواسي بشكل عام، اللمسي والذوقي والشمي وحتى الإحساس الداخلي، لا نتحدث عن الحاسة إطلاقا. نحن نتحدث عن فهم مدخلات الحاسة، نتحدث عن فهم الدماغ لمدخلات هذه الحاسة. فبالتالي لا بد أن ندرك بأن ما يدخل لنا من الحواس المختلفة ما هو إلا مثيرات مبهمة، مثيرات مبهمة لنا كذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو لدى الأطفال الآخرين. كل الأقران، كل الناس مدخلاتهم الحسية لا معنى لها. من يفسرها؟ يفسرها الدماغ عندما يصنفها، وعندما يضعها في سياقها، عندما يقرأها قراءة دقيقة متأنية، و يعطي لها أو يضيف لها أو يقدم لها المعنى الحقيقي الذي يمكن أن يستفيد منه الشخص بشكل أو بآخر. هنا يجب أن نضيف إضافة بسيطة جدا، هي أن لماذا نركز على الإدراك السمعي والإدراك البصري؟ لأن الإدراك السمعي والإدراك البصري في التعليم التقليدي أو في التعليم العام عادة ما يأخذ حيز يتجاوز 80 إلى 86% تقريبا من مدخلات التعليم التقليدية. هل هذا يعني أن الإدراك السمعي والإدراك البصري هو حجر الزاوية في التعلم؟ لا، عندما نتحدث عن حجر الزاوية نتحدث عن التكامل الحسي. التكامل الحسي، التكامل الحسي هو استخدام أكثر من مدرك وأكثر من مدخل وأكثر من تحليل وأكثر من منطق، كلها تصب للوصول إلى حالة الإدراك والفهم العام. عندما نتحدث عن الإدراك الحسي أو الإدراك الحواسي من الحواس الأخرى الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة المتبقية كالإدراك الشمي واللمسي والذوقي والإحساس الداخلي والتوازن، حقيقة هي في برامج التعليم، في برامج التعليم التقليدية لا تمثل أكثر من 15 إلى 20% تقريبا من مدخلات التعليم، على الرغم من أنها في كقوة وكرسوخ وكأداء هي أقوى بكثير. الذاكرة الشمية أقوى بمراحل 8 إلى أكثر من 80 ضعف الذاكرة السمعية. الذاكرة اللمسية هي أقوى من الذاكرة البصرية، وهكذا دواليك، ولكن هي غير مستخدمة حقيقة، لأن في الفصل التقليدي أو في البرامج العادية غالبا نحن نستخدم السمع والكلام. عندما نعرض فيديوهات نسمعها ونراها، عندما نكتب على السبورة نسمع ونرى، عندما نكتب أو نقرأ في الكتاب نقرأ نسمع ونرى، نسمع أو نرى فقط بدون أن نسمع، وهكذا دواليك. فأكثر من 80 إلى 86% من مدخلات التعليم هي مدركات سمعية بصرية، ولذلك ركزنا عليها في هذا الجانب. جميل، السؤال اللي يطرح نفسه، هل يمكن قياس هذه المدركات؟ هل يمكن أن نقيس الذاكرة السمعية القصيرة المنظمة أو العشوائية؟ هل يمكن أن نقيس الاستقبال السمعي والتحليل السمعي والوعي السمعي والتكامل البصري والتحليل البصري وكذا التآزر البصري الحركي الذي يعطينا قدرة الطفل إلى أي مدى هو قادر على أن يعطي الأمر ليده ليكتب ما يفكر به أو ما يملى عليه؟ نعم، هناك سلسلة من المقاييس المقننة المنضبطة التي يمكن أن نحدد من خلالها درجة
أثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على مهارات الإدراك المختلفة، كل مهارات الإدراك، الإدراك السمعي والبصري، وكذا بالنسبة للذاكرة القصيرة إن كانت منظمة أو عشوائية، وكذا بالنسبة لبعض الجوانب المتعلقة بالجوانب التعليمية أيضا. ننتقل في نهاية هذا القسم إلى أثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على المهارات الأكاديمية. حقيقة هذا الجزء هو أكثر ما يهم أولياء الأمور، لأنهم في الغالب لا يهتمون بالجوانب السلوكية إلا إذا كان هناك الإزعاج الكبير، ولا يهتمون بالجوانب الاجتماعية إلا إذا كان هناك مشكلات واضحة. أما الأطفال الذين يعانون من مشكلات بسيطة وعلاقات منقطعة تتكون بسرعة وتفقد بسرعة وكل هذه الأمور، ويلعب بطريقة عنيفة، فإن أولياء الأمور وكثير من المعلمين لا يهتمون لهذا الأمر إذا كان الجانب الأكاديمي متميز لدى الطفل. فهذا الجانب في الغالب هو محور الارتكاز أو محور الاهتمام لدى المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بشكل عام. فهم ينظرون إلى الطفل، إلى مستوى الطفل، إلى أي مستوى هو يجيد القراءة، وإلى أي مستوى هو يجيد الكتابة، وإلى أي مستوى هو يجيد الحساب، ولا ينظرون إلى أي مستوى هو يجيد الأدب أو يجيد السلوك أو يجيد الغذاء أو النوم أو غيره أو غير. لا، هم يركزون على الجوانب الأكاديمية، وبالتالي هذه الجوانب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى نوصل ولي الأمر والمعلم والمعلمة إلى حالة من الوعي بأن هذه الجوانب لا تبنى من فراغ، يجب أن تبنى على قواعد وأسس، تبدأ بالمهارات النمائية وتأسيسها بشكل جيد، ومن ثم المهارات الإدراكية وتأسيسها بشكل جيد، وحتى نصل إلى المهارات الأكاديمية المطلوبة. عندما نصل إلى المهارات الأكاديمية المطلوبة يجب أن نفرق بين أمرين مهمين. الأول بأن صعوبة القراءة لدى الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه هي ليست صعوبة القراءة الموصوفة بصعوبات التعلم الأكاديمية، هي ليست صعوبات القراءة الموصوفة أو الديسلكسيا الموصوفة في صعوبات التعلم الأكاديمية. هو لا يرى الحروف مقلوبة، ولا يراها ميرور إيمج، ولا يراها بطريقة بدون نقاط، ولا يراها مشوهة، لا، هو يراها ولكن لا يعطي الدماغ، لا يعطي العين الفرصة الكافية للتركيز عليها، فبالتالي هو يفقد الفرصة في قراءتها بشكل صحيح. هذا الأثر يظهر على شكل استعجال، يظهر على شكل قفز كلمات، يظهر على شكل إسقاط بعض الحروف أو حتى بعض الكلمات أو حتى بعض الجمل أو حتى بعض الأسطر، أو في كثير من الأحيان إسقاط فقرات كاملة في القراءة، بطء شديد في القراءة أو سرعة غير صحيحة، التسارع غير صحيح، أشكال مختلفة عن صعوبات القراءة الأكاديمية. ولكن هذا الأثر حقيقة يجعل الطفل لا يقرأ بالمستوى المأمول والمطلوب منه كما ينبغي. كذا بالنسبة لصعوبات الكتابة، صعوبات الكتابة الناتجة عن فرط الحركة وتشتت الانتباه تختلف تماما عن الديسغرافيا أو أي نوع من أنواع صعوبات الكتابة الأكاديمية. فالطفل الذي يعاني من صعوبة في أو يعاني من اضطراب فرط الحركة هو يعاني من فكرة التعبير الكتابي، تحويل أفكاره إلى شيء مكتوب، أو الكتابة اليدوية المتناسقة، تجده يضغط على الورقة بشدة أو يمزق الورقة أو يكتب الحرف أطول أو أصغر بحجم أكبر أو بحجم أصغر، وهذا ليس من صعوبات الكتابة الأكاديمية التي يمكن أن يكتب الحرف بشكل مقلوب أو يضع الحروف بلا نقاط، أو هذا شكل مغاير عن صعوبة الكتابة التي نتحدث عنها عندما نتحدث عن صعوبة الكتابة الناتجة عن فرط الحركة وتشتت الانتباه.
النقطة الأخيرة أيضا هي موضوع الحساب. في الحساب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه ليس لديهم أي مشكلة في العمليات، ليس لديهم أي مشكلة في الجمع والطرح والضرب والقسمة، ولكن المشكلة تكمن لديهم في التفسير اللغوي لبعض المسائل اللغوية. فنجد أن الطفل يمكن أن يحل مسألة معقدة إذا أعطيته 25 على تقسيم 5 ضرب 2 زائد 1 مضروبة في 3 يعطيك النتيجة الصحيحة. أما لو قلت له مسألة بسيطة جدا كقطار في محطته الأولى كان به 3 ركاب، صعد إليه 2 وقفز منه 1، في المحطة الثانية استقل هذا القطار شخص واحد وخسر القطار 2 من ركابه، وهكذا دواليك. فهو لا يستطيع أن يفسر كلمة خسر أو نزل أو قفز على أنها ناقص ناقص ناقص، ولا يستطيع أن يفسر كلمات مثل صعد واستقل وأضاف القطار إلى ركابي على أنها زائد زائد زائد، وبالتالي لو وضعت له كمعادلة رياضية سيجيب عليها فورا، ولكن عند تفسيرها من جمل أو كلمات إلى عمليات هنا نجد أن لا يستطيع استخدام النظريات أو الرياضية الملائمة لهذه الجمل أو تلك. هل يمكن قياس هذا الأثر؟ نعم نعم، هناك العديد من الاختبارات في الهجاء والقراءة والكلمات المجازية، تقيس الطلاقة وتقيس فهم النصوص المقروءة، تقيس الإملاء الديكتيشن، الإملاء الذي يملى على الطفل وبالتالي ينقله إلى صفحات الورق، وتقيس طلاقة الكتابة أي سرعة الكتابة وجودتها ونماذجها، وكذا بالنسبة للعمليات التطبيقية في الحساب وطلاقة الحساب، سرعة العمل على مسألة إجراء العمليات الحسابية في الوقت والمكان والزمان المناسب.